هذا الانتصار اللي كيجيب الجهد تاع الجميع، خاصة الموسيقيين والمدربين، ما ننساوش السي السعيدين اللي تا هو اللي عطى هذه الفرقة وبدا معاها، والجهد تاع المدربين كاع اللي دربوا هاد البنات ملي كانوا صغار وهادشي. الحمد لله هادشي جاب واحد الجهد تاع واحد التكافل بين الجميع، الأطر والمسيرين والبنات، والحمد لله راه وصلنا. من هذا المنبر كنشكروا المكتب الموسيقي خاصة، وكنشكروا السيد عزيز قرواش المدير اللي عاوننا جمعنا في هذه المدينة وعاوننا، والحمد لله تنينا داك الشيء اللي بغينا. وكنشكروا البنات، وكان أسبوع صغير وكبير وطويل بزاف، والحمد لله من الناحية النفسية هينا البنات وصلنا للمبتغى بفضل العمل الجاد اللي داروا المدرب وداروا الناس كلهم اللي يسمعوا، وخاصة البنات هما راه داروا. والحمد لله هذه المدينة راه كتصح أكثر، وكنتمنى إن شاء الله تكون الانتهاء. بغيت نشكر الصحافة ديالكم وهذا المجهود ديالها اللي موجه على الفريق، وصراحة التهاني ديالي للاعيبة تجاولنا اللي داروا المجهود الحسن والرئيس والمكتب الموسيقي. وحنا هاد اللقطات ماشي دينا غير هكاك، ولكن جهود ديال اللاعبات والطاقم التقني والتدريبي، وحنا تنهديو هاد اللقب الكرة المراكشية، وخاصة فريق الكرة المراكشي، ونتمناو التيسير إن شاء الله. Greatest team won, honestly. We prep very, very hard all week, and it displayed on the floor. You know, I'm excited, I'm happy, but we're not finished. We're not done yet. We have one down, and we have two more to go. And like Kobe said, job not finished. المراكشي راه معروف كنادي كبير في المغرب ومعروف على الصعيد الافريقي، هو راه فريق ديال البطولات وديال الكؤوس، غير كانت هاد السنوات العجاف، ولكن اللي تنشوفو اليوم على بان بعض الفروع راه واخدين النشان، لان اللي تيعرف هو شوية ديال الفريق ديال كرة القدم، ولكن الفروع الآخرين ديال الكوكب المراكشي راه كلها متوهجة. وهذا النهار راه فرحانين بهذا الفوز ديال هذا الفريق ديال كرة السلة ديال الإناث، اللي هو جاي عن جهد كبير وثمرة كبيرة ديال عمل كبير ديال المسؤولين ديال الأطر، الأطر الطبية، الأطر الرياضية. حنا فرحانين بزاف في هذا النهار، وكنتمنى التوفيق وبطولات أخرى إن شاء الله. وبسم الله الرحمن الرحيم، كحنا كمشجعين المنتخب الوطني ولا كوكب مراكشي، هذا جد تشرفنا الحمد لله بالبنيات اللي الحمد لله هذا التتويج ما جا ساهل. بهذه العبارة تنقولها وتنجد الاعتبار أنه الحمد لله هذه البنيات عطوا واحد الأكل اللي ما شحال هذه ما شفناش هذا التتويج سنوات هذه. اللي تنتمنى إن شاء الله الحمد لله يبقى الحمد لله هذا التضافر الجهد من ناحية الرئيس، من ناحية الحمد لله حنا كجماهير، وتنشكر الجمهور تاع غريزي بويز تاع اللي تيحضر ديما وتنحضر معاهم، تانا كنمشي جاي قديم معاهم. لهذا تنشكر اللاعبين اللاعبات والمدرب والطاقم الطبي والمحافظ تا هو، تنشكرو تا هو زاد واحد الدعم تا هو تا هو تيعطي الاكل ديالو الشوفر الحفيله، تنشكرو بهذه المناسبه، تنشكر السلطات تا هما اللي عاونونا تا جينا الحمد لله كان داكشي في المستوى. هذا ماشي هذا تيتبين الحمد لله. لهذا كنشكر اللاعبات بزاف بزاف على التتويج وشكرا. الصراحه هذا المستحق، لانه يعني كتجعل الفريق خدمنا وبغينا ان شاء الله كيفما كتعرفوا فريقنا الاولين يعني في الجهه ديالنا، يعني كنطمحوا ان شاء الله ما اكثر، كنطمحوا ان شاء الله اننا ندير البطوله تاع هذا العام، ولما لا حتى كاس
على المراكشي ما يجيب المراكشي لانه كان حتى خارج مدينه مراكش الناس اللي جاو يحتفلوا معنا في مدينه الرباط ولو في الساعه متاخره من الليل. وهذا الانجاز الحمد لله راه كان بجهود اللي مبذوله من طرف جميع مكونات مدينه مراكش، لا مجالس منتخبة ولا سلطات محلية ولا مكتب مديري ولا الجمعية ديالنا على برئاسة السيد قويصر اللي في الحقيقة اللي تنشد به هو الطاقم التقني واللاعبات، اللاعبات اللي لدينا الملك الحسن في المقابلتين نصف النهاية والنهاية واللي كانوا واحد لاكرينتا لغاز دو فان كنقول واحد ديال الانتصار، كان واحد الروح ديال الانتصار، روح الانتصار اللي عطات الاوكي ديالها من اول المقابله الى اخر المقابله، واللي كيبان لكم على في النهايه ولا النهايه كان دائما الانتصار حليفنا لا في الاربعه اللي كاينين لا الربع الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع. وكتشوفوا بان راه النتيجه كانت عريضه لا في النهايه ولا في النهايه. وكنشكركم مره اخرى وكنشكر جميع المحبين اللي تبعونا واللي تعرضوا لنا في مدينه مراكش من انصار الكوكب من محبين الكوكب من كريزي بويس. شكرا اللي كتعرف بان الفريق الكوكب مراكشي عنده تاريخ وعنده امتاج وفي واحد الفريق اللي من بين احسن لقب هو كيستاهلوا. كان عندنا تحدي وكان عندنا طموح باش نخشوا هذا اللقب هذا بما فيها بالنسبه للظهور والسلام، وكنا السنه هذه حنا تنستهدفوا هذا المرحلة لهذا اليوم هذا اللي هو تاريخي باش الفريق الكيلاني يحقق مع فرق كبرى مع فرق عديده كالجيش الملكي وفرق اخرى اللي كنفوز بهذا اللقب هذا. وكانت الملامح باينه انتصار في النصف النهائي على الفريق المحلي اللي كان هو اقوى فريق لنا هذه البطوله هذه. وبالنسبه للجيش الملكي اللي هو حاصل على صفه الالقاب والحمد لله فريق الكوكب مراكش دخل حتى هو التاريخ ودخل من الفرق اللي هي فائزه على الالقاب. وان شاء الله كيف تكون هذا سابقا لانه كان واحد الفريق من الجمهور المراكشي باش هذا الفريق هذا يكون من الفرق الاقوياء. وان شاء الله هذه السنه في هذه السنه راه غادي نحاولوا باش هذه السنه نحصلوا على اللقب واللقبين وما على الاستواجيه بالنسبه للذكور الاناث. راه الحمد لله مرارا ان شاء الله غادي يكون الذكور تاهما بكلمه ان شاء الله وغادي يبينوا على الحوايج ديالهم باش تاهما على الاقل يحصلوا على واحد اللقب.